السلام عليكم يا اغلى الاخوات، نتمنى لكم تكونوا على خير وفي صحه جيده، وهذا الفيديو يلقاكم في احوال مزيانه. اليوم غادي نحضر معكم طارطه دي كيسو، كتجي رائعه، ونتمنى ان الفيديو يعجبكم وتكملوا حتى الاخير، وسمحوا لي الى عبرت عليكم شويه. وكما كتعرفوا ديما وصفات لي ساهلين وبساطين وبمكونات بساط، وهانتوما معايا، وكنتمنى ان الفيديو يكون خفيف على قلبكم. دابا حبيباتي غادي ندوزو للمقادير كيف ما كتشوفوا معايا، يعني كل شيء واضح في الفيديو. عندي كاس ديال الحليب عامر، كاس ديال الدقيق، وكاس ديال السكر سنيدة. تقريبا الدقيق 75 غرام، والسكر 100 غرام، جوج ديال دانون ياغورت طبيعي، وعندي جوج فرماجات، تقدروا تستعملوا اي نوع متواجد عندكم. وعندي حبيباتي كيسو فيلادلفيا ما يعادل 300 غرام، تقد هاد الطاسات هادو فيهم غير 250 200 لا يا ربي فيهم 200 غرام. يعني غادي ندير طاسه ونص باش نجيب الحساب، هو هذاك 300 غرام. وعندي 4 ديال البيضات. دابا غادي ناخذ البيض مع السكر سنيده، وغادي ناخذ الطراب الكهربائي وغادي نطربهم مزيان. هاد الطرطه كتجي رائعه وزوينه، كنتمنى انكم تجربوها. غادي نبقى نطرب، غادي نبقاو كنطربو البيض والسكر مزيان حتى يدوب لينا السكر. حتى تشوفوا البيض ديالكم بحال بدا يرمل البيوضيه شويه، عاد حبسوا. كنتمنى ان حبيبتي يكون التصوير واضح. دابا غادي نضيف الياغورت الطبيعي، نضيف جوج، وغادي نطربهم مزيان مع الخليط. هي راه ساهلة حتى في الطياب، ما كتاخدش وقت بزاف. صافي غادي نبقى نطرب، ودابا غادي نضيف الحليب. وغادي نطرب، الافضل كتطرب كل حاجه وحدها باش يعني الخليط كيكون متخلط مزيان. ودابا غادي نضيف الكيسو الفرماج،
تقدروا تعودوه باي فخوماج اللي يقدر يطرب لكم. صافي دابا غادي نضيف نص ديال الغلبه كما قلت كما يعادل 300 غرام. الطرطة هنايا معروفة في إسبانيا صراحة كتجي بنينة. وغادي نضيف فخوماج المثلث كما قلت تقدروا تستعملوا اي نوع متواجد عندكم في البيت. الطحين هو اخر حاجة كنضيفوها. غادي نطرب الكيشو مزيان مع الخليط ديالنا. تجانس لنا الخليط مزيان عاد نضيفو الطحين. وبالنسبة للفران الفران ملي تشعلوه يسخن مزيان وتحشيو الطرطة في الفران حاولوا انكم تنقصوا ليه ل 170 حرارة وتخليوها تقريبا واحد 45 دقيقة ولكن تبقى على حسب كل فران. دابا غادي نضيف الكاس ديال الطحين كما قلت ما يعادل 75 غرام. تقدروا تضعفوا المكونات الا بغيتوها تجيكم يعني كانت عندكم لاطه كبيره تقدروا تضعفوا المكونات. صافي دابا غادي نخلط مزيان راه ما تيجيش الخليط قاصح تيجي جاري شويه بحال الخليط ديال الكريب. غادي نخلطو مزيان تقدروا تكتفيوا بالخلاط اليدوي لكن الخلط الكهربائي ما متواجدش. ودابا الطرطة ديالنا واجدة غادي نخلط شوية وتشوفوا الخليط انه راه كيفاش القوام ديالو يعني ما تيجيش قاصح. كما قلت لكم يعني الفران حاولوا انكم تنقصوا ليها على 170 درجة الحرارة تكون ناقصة شوية باش كطيب على خطرها ما كتخافوش راه ما تتبقى جارية ما حتى شي حاجة بالعكس الا جهدتوا ليها الفران ما غاديش تطيب لكم وضيا غادي تحمر وتحرق. دابا غنديرها في المول من بعد ما درت له البابيل ديال الفران ودهنته بالزبده والطحين وخويت فيه الخليط. وغادي دابا ندخلها للفران. انا الفران كان عندي شاعل يعني سخون غادي نقص له غير شويه الحراره وغادي ندخلها للفران. صافي كيف ما كتشوفوا دابا غادي ندخلوها للفران. وكما كتشوفوا معايا حبيباتي هذه هي الطرطة دي كيسو من بعد ما وجدت. تقدروا تزينوها من الفوق باللي بغيتوا. انا صراحة كتعجبني هكا كنكتفي بها بحال هكا كتجي رائعة وبنينة وواحد المذاق انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. وكما كتشوفوا ما تجي ما كتبقى لا جاريه لا حتى حاجه. ها انتما راها جامعه راسها والمذاق رائع 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 رائع.
كنتمنى ان حبيباتي الفيديو يعجبكم، والى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا معايا في القناة وتدعموني بلي لايك وخليوا لي تعاليق زوينة، وكنتمنى ان فيديوهاتي يكونوا كيعجبوكم وتهلاو لي فراسكم وفرجة ممتعة، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي. السلام عليكم.